ولكن الرحمن على العرش استوى سمع القول. قالت عائشة: والله ما سمعت صوتها ولا أدري ما قالت، وهي بجانبي من وراء الباب وأنا أستمع من وراء الباب، ولكن الله عز وجل سمع وعلم وأنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. الرحمن على العرش استوى، يراك يا عبد الله، يراك يا أمة الله، وأنت وراء الحيطان، وأنت بين الجدران، وأنت تغلق الأبواب وتطفئ الأضواء وتهرب وتبتعد عن مكانك المعروف فيه إلى مكان بعيد لا تعرف فيه، لكي تفعل ما تشاء، لتختلي بنفسك في معصيته تبارك وتعالى. أتى أحد الأدباء إلى الإمام أحمد فقال له الإمام أحمد: من أنت؟ قال: أنا أديب أحفظ أشعار العرب. قال: أسمعني بعض الأبيات. الإمام أحمد الرجل التقي النقي الذي قال له أحد أبنائه: نراك يا أبتنا إذا جلست مع الناس جلست مستريحا منبسطا، وإذا جلست وحدك كفكفت نفسك. قال: أما يقول الله في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني؟ فهو معي سبحانه، يراني حيث كنت. يطلب من الأديب الإمام أحمد، يطلب من الأديب أن يسمعه بعض الأبيات. قال الأديب للإمام أحمد: اسمع يا إمام، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فقام الإمام وأغلق عليه غرفته وهو يبكي وهو يردد البيت: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. أيها الأحباب الكرام، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالعبد المحسن يعبد ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته،